إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام البلشة. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض اول دوراتنا على القناة. زي ما انتم عارفين في الفيديوهات اللي فاتت انا قلت ان هعمل قنوات تشغيل على القناة وخصص منها قوائم تشغيل للدورات. هعمل مثلا دورات فوتوشوب او دورات صيانة كمبيوتر او دورات مونتاج وهكذا. موضوعنا النهاردة اول درس من دورة صيانة الحاسوب او صيانة الكمبيوتر بتاعك وتسريع الاداء بتاعه، يعني ازاي ترجع الكمبيوتر بتاعك للصفر او زي ما بيقولوا اللي هو نظام تشغيل المصنع. تمام. هنستخدم في اول دروسنا من الدورة ديت هنستخدم برنامج Advanced System Care. تمام، الدورة ديت طبعا معرفش اقسمها على كذا درس، معرفش هيبقى قد ايه على حسب ما تخلص يعني الدورة. تمام. هنبدأ مع بعض النهاردة في درس Advanced System Care. البرنامج ده مميز جدا وانا بستخدمه في معظم الشروحات بتاعتي، يعني لو رحت مثلا على قائمة التشغيل بتاع ازالة اللاج من الالعاب هتلاقيني بستخدم البرنامج ده في كل الدروس بتاعته. البرنامج بصراحة حاجة مميزة جدا وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. اول حاجة هتعملها لما تفتح البرنامج طبعا هتفعله، هتلاقيني ضايف لك في الوصف الشرح ازاي انت تثبت البرنامج وتفعله. تمام، ولو الدرس او الرابط بتاعه مش شغال ممكن تقولولي في التعليقات وانا هنزل شرح جديد بالتحديث الجديد بتاع البرنامج اللي هو 10.3. تمام، زي ما انت شايفين بستخدم نسخة برو، يعني معنى كده انها متفعلة. طيب هتيجي عند هنا اول قائمة اللي هي تنظيف وتحسين. زي ما انت عارفين البرنامج فيه عربي، ممكن تعربه عادي. اول قائمة اللي هي تنظيف وتحسين ديت هتحدد انت على كل العلامات اللي هي تحديد الكل. طبعا وانت بتعمل الموضوع ده لازم انت تبقى قافل كل حاجة على جهازك، يعني مثلا ما تش فتح متصفح او فتح ملف اي حاجة اقفلها. بعد كده اعمل الدورة بتاعتنا. تمام. هتحدد كل العلامات ديت وهتضغط انت على فحص. تمام، هيبدأ هو يحلل كل المشاكل بتاعتك عندك، مثلا هنا عناصر بدء التشغيل او المشاكل اللي في بدء التشغيل، عندك هنا مشاكل الخصوصية، الملفات المهملة زي ما انتم شايفين في مشاكل الخصوصية 413 مشكلة، هيبدأ هو يحلها لك بعد ما انت تخلص. تمام، وعندك مثلا مشاكل الانترنت، مشاكل الاداء، يعني كل حاجة متخصصة بمشاكل الجهاز بتاعك. تمام، انا مثلا هقفل التصوير تلقائي دلوقتي لحد ما هقفل التصوير مؤقتا لحد ما هو يخلص التحليل وهرجع لكم هقول لكم هيجي لنا بشكل ايه. زي ما انتم شايفين قرب يخلص معانا اهوت، وهو هنا دلوقتي شغال في اخطاء الكورس ديت. اهم حاجة ان هو يصحح المشاكل بتاع الاقراص اللي عندك اللي هو مثلا الكورس سي او غيره، وعندك هنا برضو مشاكل تحسين الكورس ده برضو متخصصة بالاقراص بتاعتك ان هي تحل المشكلة بتاعتها. وهقول لك برضو بعد ما تخلص لو في مثلا حاجة عايز انت تلخيها، زي مثلا عندنا هنا مشاكل الاداء لو جيت تضغط عليها اللي هو اظهار مستطيل التحديد الشفاف. ايه هو ده لو مثلا لو جيت تضغط هنا وحدد، شايفين المستطيل ده هو هيلغوه لك، يعني لو جيت تحدد بعد كده مش هتلاقي المستطيل ده ظاهر. فانا عايز اشيل العلامة دي، طبعا مش هتشال الا ما انت تخلص، هقول لك ازاي تعملها وازاي تلغي التحديد من عليها. تمام، هو خلاص هنا شغال في اخر حاجة اهوت اللي هو مشاكل تحسين الكورس. طبعا وهو شغال ما تبقى زي ما قلت لك ما تفتحش حاجة وما تضغطش مثلا هنا على تخطي علشان تعدي حاجة، علشان يبدا هو يحلل لك كل مشاكل الجهاز بتاعك ويخلصها لك. تمام، هو كده خلص معانا اهو. تمام، عندنا هنا مثلا الامن او الامان بتاع جهازك سيئة، الاداء متوسط، الثبات جيد، يعني الويندوز مستقر. تمام، زي ما قلت لك بتاع مستطيل التحديد الشفاف بعد ما يخلص تيجي على مشاكل الاداء وهو هتشيل علامه الصح من عليه. عندنا مثلا عناصر بدء التشغيل، لو في حاجه انت مش عايزها تبدا مع الويندوز انت ممكن تحددها من هنا وتضغط على اصلاح، دولت عادي بيبداوا ما بيأثروش على حاجه. المهم كده هو خلص التحليل، هتضغط بعد كده على اصلاح هيبدا هو يعيد لك من تاني اهو، بس بسرعه هيحل لك المشاكل اللي ظهر قدامك. طبعا بياخد وقت على حسب عدد المشاكل اللي عندك. تمام، اكتر حاجه بتاخد وقت هنا اللي هي الثغرات الامنيه اللي هو بيصلحها لك علشان جهازك يمنعه لك من الاختراق، ولو في اي برامج تجسس او اي حاجه هو البرنامج هيقول لك او هيحلها تلقائي. تمام،
عندك هنا اصلاح تلقائي ممكن انت تعملها والبرنامج شغال تحليل. عندك برضو اصلاح تلقائي وايقاف تشغيل الكمبيوتر، ان هو يقوم يصلح المشاكل بعد كده يقفل الكمبيوتر او يعمل اعاده تشغيل زي ما انت عاوز. تمام، البرنامج بصراحه بيوفر لك كميه خدمات، يعني انت ممكن تستغنى عن اي برامج تانية علشان البرنامج ده. تمام، وزي ما انت شايفين اهوت البرنامج خلص معانا، بيقول لي هنا اكتمل الاصلاح. تمام، ودي اتعرض لك المشاكل بتاعتك اللي هو حلها لك، وهو هنا معمول علامات صحة. لو لقيت ظهر لك هنا واحد او علامة المفتاح وقفل الجهاز، ده كله عادي، انت ممكن تعمل اعادة تشغيل للجهاز وخلاص. تمام، دي كانت اول صفحة معانا اللي هي بتاعة تنظيف وتحسين. لو جيت هنا على التسريع، اول قائمة هنا لو جيت مثلا على التكوين، عندك وضع العمل، وضع الالعاب، وضع الاقتصاد. انت مثلا لو عايز تشغل لعبة او حاجة، ممكن انت تيجي هنا على وضع الالعاب وهتعمل تعزيز، هيبدأ هو ينظم موارد الجهاز بتاعتك على اللعبة اللي انت هتشغلها. تمام، تاني حاجة اللي هي تسريع الاجهزة، ديت اللي هو بيحمل لك برنامج درايفر بوستر اللي هو ده، علشان يحدث لك التعريفات بتاعتك لاخر نسخة. تمام، التحسين العميق ده لو لقيت عندك هنا تحسين هتضغط عليها. تمام، انا عندي هنا محسن اهوت ان انا عاملها قبل كده. تمام، دي هتعدي سيبها زي ما هي، ملهاش اي لازمه. والحمايه برضه هتسيبها زي ما هي. عندك برضه هنا في معرف الوجه، لو انت عايز تقفل الكمبيوتر بتاعك بالوجه، او بس في اجهزه مش بتقبل اللي هي بتاعت الوجه ده، وبقيه الحاجات هتسيبها زي ما هي ملهاش لازمه. تمام، تنظيف وتحسين ديت قلنا عليها. هنيجي بقى عند اهم حاجه اللي هي الادوات، هعرفكم عليهم واحده واحده. تمام، مدير بدء التشغيل، لو انت جيت ضغطت عليها او فتحتها هتصلك بالشكل ده، هيقول لك جاري التحميل وهتجيلك بالشكل ده. ديت اللي انت عايز، لو عايز تسرع وقت تمهيد النظام او وقت تشغيل جهازك، ان انت تقفل الخدمات اللي ملهاش لازمه. تمام، انا هنا برضه اقفل الحاجات اللي هي مش عايزها تبدا مع النظام، انت بس تسيب الحاجات اللي هي الاساسيه، يعني مثلا تعريف الصوت، الحمايه، الحاجات دي. تمام، وهتلاقي عندك برضو البرنامج بيظهر، البرنامج نفسه بتاع ادفانسد سيستم كير بيظهر مع بدء تشغيل الجهاز، انت هتسيبها عادي، هو بيأثرش على حاجه. تمام، عندنا تاني حاجه هنا، طبعا انت هتلاقي حاجه ادوات من ديت على ظهر عليها سهم زي ده، يعني معنى كده ان انت لازم تحملها عادي، بتحمل بسرعه، ما حجمها مش كبير وما بياخدش وقت. تمام، هنيجي هنا عند مصلح الويندوز، عندك هنا اصلاح عام، وهتلاقي هنا فحص، او عندك برضو اصلاح انترنت اكسبلورر، اصلاح مايكروسوفت ايدج، اصلاح ميديا بلاير، اصلاح متقدم، يعني بيظهر لك المشاكل بتاع النظام بتاعك. يعني مثلا عندك هنا سطح المكتب لا يتم عرض ايقونه الكمبيوتر، او ايقونه الكمبيوتر ده بتظهرش، هتضغط على اصلاح هتظهر معاك. تمام، يعني بيحدد لك كل مشكله كبيره وصغيره وهو بيبدا يحلها لك. اصلاح عندي انت هنا بتبدا تضغط فحص، وهو لو في مشكله هيعرضها لك، ولو انت عايز تحلها هتحلها. تمام، عندنا هنا منظف الريجستري، الحاجه ديت مهمه جدا. الريجستري طبعا من اهم عوامل تسريع الجهاز وصيانه الكمبيوتر. تمام، هتحدد انت العلامات ديت وهتضغط على فحص، هيبدا هو يعمل فحص للريجستر بتاعك، وهيشوف لو في اخطاء هيعرضها لك بره في القائمه ديت، وهتلاقي طبعا عندك اصلاح الان. تمام، طيب بعد كده ذاكره الوصول العشوائي او اللي هي الرامات ديت، عادي سيبك منها، ممكن انت تعملها من هنا، هتضغط على ديت هيبدا هو ينظف الرامات بتاعتك، ويظهر لك هو قفل قد ايه من موارد النظام بتاعك. تمام، اهو زي ما انت شايفين، هتستنى لما تخلص معاك، اهو بيقول لك ذاكره محرره 435 ميجا بايت، حاجه كبيره طبعا. ومعنى كده بعد كده، بعد الدوره بتاعتنا، هتلاقي الجهاز بتاعك شغال بسرعه اكبر وباداء ممتاز. ماي ويندوز 10 ديت دي ما بتظهرش الا في ويندوز 10 بس، يعني لو انت مسطب البرنامج على ويندوز 7 دي مش هتظهر معاك. تمام، عندنا هنا اعدادات عامه، لو عايز تثبت انترنت اكسبلور في شريط المهام، يعني مثلا ضغطت هنا. تمام، او زي ما انتم شايفين ظهره لي تحت، انا مش عايزه دلوقتي هلغيه. طبعا حاجات يعني مخصصه للعرض او الكلام ده، طب دي لو حاجات اللي انت عايزها تظهر على سطح المكتب او على الشاشه، هتلاقيها محدده بعلامه صح. عندك برضو قائمه ابدا، لو انت عايز تحصل على الشكل ده بدل الشكل بتاع ويندوز 10، ممكن انت تضغط احصل عليها الان، هيحملها لك. تمام، اعدادات البحث اللي هو مربع البحث ده. تمام،
حسين طبعا بدأت تشغيل السلام، ممكن تضغط انت على تشغيل، والامن والخصوصية طبعا تسيبها زي ما هي، واصلاح المشاكل لو عندك مثلا قائمة ستارت ما بتفتحش ممكن تضغط انت اصلاح الان، هو يصلحها لك. المصاحب اللي هو المساعد الرقمي كورتانا ديت بيشتغلش برضو اللي على بعض الاجهزة او بعض الدول، مش متفعل مثلا في مصر مش متفعل. عندنا هنا منظف الكورس، عندنا برضو اللي هو الكورس المحلي اللي هو السي او الكورس التاني، هتحدد انت عليهم الاتنين وهتضغط على التالي تمام. هيبدأ هو يحلل لك المشاكل بتاعتك، وده بعد دولت اهم اتنين علشان بتوفر لك مساحة في الجهاز بتاعك. لو في مساحة عليها ملفات مؤقتة او مش مستخدمة هو بيمسحها لك تمام. هتستنى لما يخلص معاك اهو، وطبعا وانت بتنظف الكورس ده اهم حاجة ما تقفلش الجهاز او تعمل له ايقاف او اغلاق ده الكورس ده بالذات، علشان ممكن يحصل مشاكل في التجزئة والويندوز يسقط معاك. اهو زي ما انت شايف ظهر لك الملفات اللي هي البومله 2394 ملف، هتضغط انت على التالي. طبعا لو انت عايز ترجع الملفات تاني بترجع تفتح دي وتضغط على مركز الاستعاده، هتلاقي فيها الملفات اللي اتمسحت دي تمام. ازاله الملفات الى سله المعاملات، اللي انت الملفات اللي اتمسح دي تيجي هنا لو انت عايز منها ملف تاني ترجعه، او حذف الملفات مباشره اللي هو بيمسح لك الملفات خالص تمام. فانت ممكن الاول تضغط على مركز الاستعاده تتفرج على الملفات بتاعتك قبل ما تتمسح تمام. تمام هضغط على التالي هيبدا هو يمسح الملفات معاك اهو، وهتلاقي مساحه برضو اتوفرت في الكورس بتاعك او اللي هو كورس سي تمام. اهو زي ما انتم شايفين خلص معانا، هيجي لنا في الاخر انهاء تمام. الملفات المحذوفه 252 او فشل حذفها، الفشل حذفها دي ملفات مهمه، هي بنقول لك فشل ما بيرضاش يتمسح تمام. تمام او حاجات برامج شغاله تمام. تمام عندنا برضو هنستخدم من هنا البحث على الملفات الكبيره دي، لو انت عندك ملفات كبيره او بس انت مش بتستخدمها ممكن انت تبحث، هو يحدد لك الملفات ديت وانت تحدد منها اللي انت عايز تمسحه تمام. تمام عندنا برضو من هنا طبيب الكورس، دي مهمه برضو هتستخدمها، هتعملها زي الخطوه اللي فاتت، تحدد الاثنين وتعمل التالي، وبعد كده تعمل انهاء للملفات اللي انت ما انتش عايز تستخدمها تمام. وعندنا هنا ايقاف التشغيل التلقائي، اداه لو انت عايز تحملها تقفل الجهاز تلقائي من خلال البرنامج. ولو انت عايز الخدمه ديت لوحدها، انا شرحت الدرس اللي قبل اللي فات قلت ازاي ان انت تقدر تقفل الجهاز تلقائي من غير ما تستخدم اي برامج عندك تمام. تمام عندنا هنا الغاء الحذف لو في حاجه انت مسحتها وعايز ترجعها تاني تمام. عندنا هنا برضو حاجه مهمه هنستخدمها اللي هي الغاء تجزئه الريجستري تمام. الريجستري زي ما قلت لكم اللي هو زي ما شايفين اهو بيسترد مساحه الجهاز الذاكره الغير مستخدمه، او بيرجع لك مساحه يعني، وبيسرع اداء الكمبيوتر بتاعك. هتضغط انت على التالي هيبدا هو يعمل فحص معاك تمام اهو، وهتعمل انهاء، هو كده خلص معانا تمام. فحص الملفات المستنسخه دي لو انت عندك ملفات مكرره على الجهاز هو بيمسحها لك وبيسيب لك النسخه الاساسيه بتاعتها خلاص. دي كده كانت اهم الادوات اللي هنستخدمها في برنامج ادفانسد سيستم كير، وده كان اول درس معانا في الدوره، واستنونا في الدرس التاني قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.